من البنك الشعبي الموريتاني، وبمناسبة عمرة رمضان يقدم عرضا حصريا للزبائن: بطاقة ماستر كارد مسبوقة الدفع حج وعمرة مجانية لكل تعبئة لا تقل عن 5000 أوقية جديدة صالحة لمدة عامين. البنك الشعبي الموريتاني بكل اطمئنان. محمد ولا عبد العزيز رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمن القانوني رقم 02791 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية المعدل بالقانون النظامي رقم 028/2012 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012. كما درس المجلس مشاريع المراسيم التالية وصادق عليها: مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 117/2016 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2016 القاضي بتحديد المجال العمومي البري والبحري لميناء تانيت ووضع قطب بحري ويقضي بالمصادقة على مخطط تقطيعه. مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للإصلاح الزراعي والأشغال. مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 160/2016 الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2016 المعدل المتضمن إعادة تنظيم المدرسة العليا المتعددة التقنيات والمحدد لقواعد سير عملها. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية البيانين التاليين: بيانا عن الحالة في الداخل، بيانا يتعلق بحصيلة إنجازات قطاع الداخلية واللامركزية للفترة 2009-2018 وآفاقه. وقدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم العصري بيانا يتعلق بحصيلة إنجازات قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم العصري للفترة 2009-2018 وآفاقه. وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بيانا يتعلق بحصيلة إنجازات قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة للفترة 2009-2018 وآفاقه. وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: وزارة الداخلية واللامركزية، الإدارة المركزية، المديرية العامة للشؤون السياسية والحريات العامة، المدير العام المساعد محمد والسيد عبد الله، المديرية العامة للحماية المدنية، المدير العام المساعد علي والمحمد أحمد سالم، إطار في الوكالة الوطنية للطيران المدني السابقة، الإدارة الإقليمية، ولاية الحوض الشرقي، الوالي الشيخ والعبد الله ولواه، إداري مدني، والي ولاية أدرار سابقة، مقاطعة ولاتا، الحاكم محمد عبد الوهاب والمحمد فاضل، إداري حاكم مقاطعة ودان سابقة، مقاطعة جيغاني، مركز عوينات زبل إداري، رئيس المركز محمد عيسى والناشي، إداري مساعد، حاكم مساعد مقاطعة الميناء سابقة، ولاية العصابة، المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية محمد محمود القاسم الملقب حامدينو، إداري مدني، مدير عام مساعد لمديرية الشؤون السياسية والحريات العامة سابقة، ولاية أدرار، الوالي جاغنا محمد والحاجواقي، إداري مدني، حاكم الكسر سابقة، مقاطعة ودان، الحاكم محمد حرم ومحمد غلي، إداري حاكم ولاة سابقة، ولاية داخلة نواذب، مقاطعة نواذب، مركز إينا الإداري، رئيس المركز الرائد عبد الله علي الكلي، ولاية تقانت، مقاطعة تشيت، الحاكم المساعد عبد الله السريباري، محرر إدارة عامة، موظف في الوزارة السابقة، ولاية إنشيري، مقاطعة بن نشاب، الحاكم جليلة بنت معلام إدارية، الحاكم المساعد لنفس المقاطعة السابقة، الحاكم المساعد محمد ولاجي إداري، الكاتب العام لمقاطعة بوديليميت سابقة، ولاية نواكشوط الجنوبية، مقاطعة الميناء،
الحاكم المساعد محمد فالو المرابط، إداري مساعد حاكم مساعد تشيت سابقة، ولاية واشوط الغربية مقاطعة الأقصر الحاكم محمد محمود المحمد عبد الله إداري مساعد حاكم بالنشاب سابقة، وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الإدارة المركزية مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون المدير المساعد محمد لقلاف علي مولود، وزارة التنمية الريفية ديوان وزير، المفتشية الداخلية المفتش محمد فالو لعربة المدير العام لشركة مسالخ وشوط سابقة، الإدارة المركزية مديرية الاستراتيجيات والتعاون والمتابعة والتقييم المدير المساعد المختار والأحمد جيغانا مهندس دولة في الزراعة، المؤسسات العمومية شركة مسالخ وشوط المدير العام محمد السالك والأحميد مدير مساعد لمديرية الاستراتيجيات والتعاون والمتابعة والتقييم سابقة، وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الإدارة المركزية مديرية التكوين المدير المساعد محمد لمين محمد بالعمش. هذا وعلق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق